ما شاء الله، نحن الآن في فندق في جرول. ما شاء الله يا إخوة الكرام، قبل سنتين أنا كنت في هذا الفندق، كان قديم قديم مرة قديم، والآن غيروا أصحاب الفندق، غيروا كله مكيف، غيروا ثلاثة سرير، هذا بيصير ثلاثة غرفة من ثلاثة، وثلاثة غرفة من أربعة، من أربعة غيروا كل شيء، حتى السيراميك، حتى هنا ما شاء الله مكتب، هذا سووا مكتب، وهنا حمام، ما شاء الله حمام حتى، ايوه غيرتم كل شيء. انا كنت هنا قبل سنتين، كل شيء غيرتم. ها جيد. هذه غرفه وهنا غرفه رباعيه، مكيف جديد، ما شاء الله، سجاده موجوده، مكيت، شاشه، ما شاء الله، الحمد لله. هذه نصورها الثلاثة غرفة من ثلاثة سرير. أها حمام، الحمد لله. هذه كمان ثلاثة سرير. الحمد لله. لو أجد صور قديمة أنا إن شاء الله سأنظر كيف تغير الفندق. أها هنا للمرضى هذه المساعدة. نيل شامبو موجود. كويس. مين الشامبو موجود؟ طيب. ثلاثة كده ثلاثة. أها. عمار ما شاء الله جيد، شغل جيد. واحد واثنين وثلاثة من ثلاثة سرير، وأربعة وخمسة وستة من أربعة سرير. كم هذا أخذ الوقت، هذا التغيير كله؟ وقت كتير، ممكن شهرين. حتى هنا سيراميك، غيروا سيراميك. والأسانسير، غيروا أسانسير أيضا. اثنين جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. اثنين جديدة الآن في باكت. اثنين أسانسير جديدة. جيد. ننزل تحت. كله جديد. ها؟ شوف. أنت تشتغل هنا؟ ما شاء الله. يمن؟ هذا أخو حبيبي. من يمن أنتم؟ أخو حبيبي. من أي بلد؟ من اليمن. من أي مدينة؟ أنا من محافظة إب. إب. معروف إب. معروف. هذا استقبال هذا. في جرول. اها جيد. حتى مكتب ما شاء الله، حتى سيكون نافوره هنا. نافوره ومكتب. مكتب يجلس هنا مدير كبير. شغال نافوره، شغاله والمنوره. يا اخوة الكرام كيف؟ ايوه ترتاح. واي فاي والصوت، واي فاي هنا كمان، كل شيء كويس. هذا جديد، ها كله جديد هذا. نعم كله جديد. صور. ايوه صورته. شكرا. هاي هكذا. شوف احنا هاي النافورة تنفك لحنا. ستشتغل فندق ان شاء الله في رمضان والحج. ما شاء الله.